حارس جوني ديب يدلي بشهادته في المحكمة، أكد إصابته بخدوش على وجهه في إحدى الفترات. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل شهادة الحارس جوني ديب في المحكمة. صعد مالكوم كونولوي حارس جوني ديب الشخصي للمنصة ليدلي بشهادته في المحكمة في قضية جوني ديب وأمبر هيرد، وأكد أنه لم يشاهد الاثنين يقومان بأي عنف جسدي تجاه بعضهما، لكنه لاحظ وجود إصابات وخدوش على وجه ديب. كشف مالكوم كونولوي أيضاً أنه لاحظ تغيير بين جوني ديب وأمبر هيرد، وعرض صورة لهما خلال شهر العسل عام 2013، ولفت الانتباه في هذه الصورة أيضاً وجود خدوش وتورم في الوجه. وعندما تم سؤال الحارس عن اعتقاده سبب ظهوره بهذا المظهر، قال: أعتقد أنه دخل في الباب أو الباب دخل فيه. وأثارت هذه الجملة ضحك كل الموجودين في المحكمة. زوجة جوني ديب السابقة أمبر تيرد اتهمت زوجها بممارسة العنف الجسدي ضدها، لكنه دافع عن نفسه واتهمها بأنها كانت تضربه، وتطور الأمر بينهما للوصول لقاعات المحاكم. جوني ديب من أشهر نجوم هوليود، بدأ مشواره الفني عام 1984 عندما قدم فيلم الرعب الشهير A Nightmare on Elm Street، وأعجب النقاد بهذا الفيلم وتوقعوا له نجاحاً كبيراً في حياته الفنية. عمل جوني ديب لفترة كعازف جيتار محترف، وقدم أغنية Fade In Out مع الفرقة الموسيقية الشهيرة Oasis. جوني ديب معروف عنه أنه يتمتع بإنسانية كبيرة، فخلال تصويره الجزء الرابع من سلسلة أفلامه الشهيرة Pirates of the Caribbean كانت أجواء العمل سيئة، فاشترى ديب لطاقم العمل الذي يزيد عن 500 فرد سترات للتدفئة، وتردد أن سعر هذه السترات ما يقرب من 62,000 دولار. وأثناء تصويره فيلم سليبي هولو شهد مشاركة حصان بعين واحدة في التصوير، وعلم أنه سيتم إعدام الحصان بعد الانتهاء من التصوير، فقرر تبني الحصان ورعايته حتى لا يتم إعدامه بشكل غير إنساني. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.